تركيز ل 86 حزب سياسي جديد تضاف الى 8 احزاب الموجوده قبل الثوره. هناك 5 مشاريع قرارات تركيز لاحزاب احيلت الى الوزاره الاولى وهي في طور الدرس، ووزاره الداخليه تدرس حاليا 31 مطلب جديد. هناك مطالب مرفوضه، عدد المطالب المرفوضه بلغت الى حد اليوم 118 مطلبا. إلى جانب الترخيص ل 158 جمعية بعد الثورة ليصل العدد الجملي إلى 9724 جمعية. أهم ما جاء على لسان ناجي الزعيري المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية أثناء اللقاء الإعلامي لخلية الاتصال المنعقد اليوم بالوزارة الأولى بين ممثلي صحافة الوطنية وممثلي وزارات الداخلية والدفاع والصحة. من جانبه تطرق العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع الوطني إلى الوضع الأمني بالحدود التونسية الليبية واصفا إياه بالمستقر، كما أشار ممثل وزارة الدفاع إلى احتفال وزارة الدفاع الوطني بالذكرى 55 لانبعاث الجيش الوطني، مضيفا أن وحدات الجيش الثلاث منتشرة بشكل منتظم على الحدود وأنه لا خوف على أمن البلاد. وأعلن مبروك نظيف مدير إدارة حفظ الصحة بوزارة الصحة العمومية أن 80% من التسممات الغذائية تسجل في فصل الصيف. شنو هما الإجراءات الجديدة اللي خلتها وزارة الصحة للمراقبة والضغط على اللي يبيعوا في الأكلات الخفيفة اللي تنجم تكون عندهم مضاعفات خطيرة، خاصة إذا كان ما توفرش فيها ظروف السلامة والنظافة؟ المراقبة نحاول باش نأمن ما هو ممكن مع المحافظة طبعا على سلامة الأعوان وعدم تعرضهم للخطر. على هامش هذا اللقاء قالت المكلفة بالإعلام بالوزارة الأولى إن هذه اللقاءات الإعلامية نالت استحسان الجميع مواطنين وصحفيين. عفوا، لا ندري عن أي صحفيين تتحدث، الحاضرين أم الغائبين منهم. على كل، لا نقبل لغة الرضا عن الذات بقدر ما نأمل المزيد وفتح كل شيء أمام المساءلة.